بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأساتذة والأستاذات. في دروسنا ديال البيداغوجيات إن شاء الله غادي نديرو اليوم بيداغوجية الأهداف، وهي آخر بيداغوجية غنديروها إن شاء الله. شنو هي بيداغوجية الأهداف؟ علاش كتعتمد هاد البيداغوجية؟ هذه شاركت فيها النظرية السلوكية أو النظرية السلوكية ديال بافلوف طبعا، وهي لها دور كبير في ظهور هاد البيداغوجية. غادي نشوفو مناش كتكون وعلاش وكيفاش دارت البيداغوجيا الأهداف. المشكلة التي واجهتها هذه البيداغوجية هذه هي الافتقار إلى تحديد واضح للأهداف المراد الوصول إليها وتركيزها على المحتويات وطريقة حفظها. كيف ما كتعرفوا ملي كنا خدامين بيداغوجية الأهداف كانوا تيركزوا على الحفظ، يعني تيحفظوا غير الدروس وما تيركزوش على الفهامة، ما تيفهموش شنو تيوقع في الدروس، غير تيحفظوا فقط، علاش ما تركزوش على الهدف؟ وجود وعدم الأخذ بعين الاعتبار لاختلاف شخصية المتعلمين وكل مكونات الوضعية التعليمية. أيضا ما تخدموش بالبيداغوجية الفارقية، يعني ما كيديروش الفرق بين المتعلمين، تيكونوا تيديروا بحسب أن المتعلم كلهم تيفهموا بطريقة واحدة وكلهم عندهم نفس العقل وكلهم إلى آخره، يعني ما تيديروش هذاك بعين الاعتبار هذاك الفرق بيناتهم. أهم مميزات بيداغوجية الأهداف هي هدف سلوك قابل للامتلاك على شكل مهارة أو قدرة، الهدف نشاط ينبغي أن يجز المتعلم، الهدف قابل للملاحظة والقياس والتقويم. بالنسبة للهدف، ملي تكون تدير واحد التمرين خاصك تعرف أين هو الهدف اللي بغيت توصل ليه، يعني خاصك توضع واحد المجموعة ديال المهارات واحد المجموعة ديال الكيفيات اللي خاص المتعلم يستفدهم من هذاك التمرين اللي درتي. وبالتالي أهم مبادئ الأهداف بيداغوجيا الأهداف كاين العقلانة والأجراء ثم البرمجة. أيضا أهم مجالات بيداغوجيا الأهداف مجال عقلي معرفي، مجال وجداني، ثم مجال حس حركي. هنا تنكون انهينا من بيداغوجيا الأهداف، وهذه هي آخر بيداغوجيا غادي نديروها، حيت ديجا درنا كاع البيداغوجيا، راه كاينين فلاشين ديالنا إلا قلبتو راه كاينين كاع لتحت. غادي نديرو دروس أخرين في علوم التربية وتصحيح ديال الفروض، وما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة ديالنا باش يوصلكم فيما درنا شي فيديو. يوصلكم إن شاء الله، والسلام عليكم.